هنتكلم دلوقتي عن موضوع مختلف شوية، وهو الموبايل اب اركتكتشر. الموبايل اب بتاعي مبني ازاي؟ دي حاجة في ناس ممكن تكون اصلا شغالة في مجال الموبايل ابليكيشن تيستينج وما تعرفش عنها حاجة. هو بيجي له الابليكيشن يشتغل عليه من غير ما يبقى عارف الموبايل ابليكيشن ده من جوه معمول ازاي. طيب انا اصلا ليه كتستر او كحد ما شغال اصلا في مجال السوفت وير اتعلم حاجة زي دي، اعرف الموبايل اب بيتبني ازاي؟ الفكرة هنا ان انا لازم اخد قرار. يعني احنا نتكلم عن مثلا الكونكشن ميثودز، في كذا طريقة اختار انهي. دي اول حاجة، يبقى وانا بختار اصلا نوع الموبايل اب اللي هعمله، لان هنا هيبقى فيه انفستمنت، فيه فلوس هتدفع، لازم اختار الحاجة اللي مناسبة مع التارجت اودينس بتاعي، مناسبة مع نوع الابليكيشن بتاعي، مناسبة مع احتياجاتي من ناحية الكونكشن، هل هتواصل على النت على طول ولا لا، طب انا هحتاج داتا ستوريج قد ايه، مساحة قد ايه، وهكذا. انا بقى كتستر لما اجي في نهايه اللايف سايكل هحتاج برضو الداتا دي عشان اعرف بناء على الابلكيشن اركتكتشر اللي عندي هعمل تيستينج للابلكيشن ازاي. طيب احنا عندنا كذا حاجه بنقيس على اساسها الاركتكتشر. اول حاجه لما نتكلم عن الكلاينت اللي هو الابلكيشن، يعني بيكون عندنا تو اوبشنز، حاجه اسمها ثين كلاينت، يعني كلاينت رفيع، ابلكيشن رفيع، وحاجه اسمها ثيك او فات كلاينت. يا ترى ايه الفرق ما بين الاثنين؟ دلوقتي الثين كلاينت ده الكود اللي فيه ما بيكونش كاستمايزد للديفايس معين، يعني مش معمول لمثلا اندرويد بس، لا هو حاجه معموله عامه، وفي الغالب بيستخدم اقل كميه من الاوبريتنج سيستم فيتشرز. الثين كلاينت بيستخدم الويب براوزر كفرونت اند، ولغه البرمجه بتاعته في الغالب بتكون جافا سكريبت. طبعا اللي هيركز هنا كده هيقول ايه ده، طب ما احنا كده كاننا بنوصف البراوزر بيزد ابلكيشن. احنا لما اتكلمنا عن انواع الموبايل ابس قلنا في نيتيف وهايبريد وبراوزر بيزد، فالثين كلاينت مقصود بيه البراوزر بيست، ان هو مش معمول لديفايس معين، وزي ما قلنا الكود المعمول فيه هو جينيريك، بيستخدم على اي ديفايس عادي بفتحه من البراوزر، وبيستخدم بتكنولوجي بتاعت الويب ديفلوبمنت. الناحيه الثانيه الثيك او الفات كلاينت ده ممكن يكون فيه كذا لاير من الابلكيشن كود، وبيستخدم الاوبريتنج سيستم فيتشرز، فهنا احنا برضو بنوصف النيتيف او الهايبريد ابس. يبقى احنا بكل بساطه الويب ابس هي thin client، والهايبريد او نيتيف اب هي الثيك او الفات كلاينت. تاني حاجه عندنا حاجه اسمها سنجل تير ومالتي تير. هنا بنتكلم بقى عن السيرفر، السيرفر اللي انا ههوست عليه الداتا بتاعتي. الاول يعني ايه تير؟ تير يعني طبقه او لاير، تمام. فسنجل تير معناه ايه؟ ان انا ببقى عندي سيرفر واحد عليه كل حاجه. انا الابلكيشن بتاعي بيتعامل مع سيرفر، تمام. السيرفر ده في الداتابيز، في الداتا بتاعت اليوزرز، في البروجرامينج، في كل حاجه. طيب ده مشكلته في ايه؟ ان هو مش سكيلابل قوي. سكيلابل يعني ايه؟ يعني ان انا اقدر اتوسع بعدين، اقدر اكبره، الموضوع بيبقى صعب. تاني حاجه صعب اعمل له سيكيورتي، لان لو حد عرف يعمل اكسس للسيرفر ده خلاص هو تحت ايده كل الداتا بتاعتنا كابلكيشن. بس الميزه طبعا في الحاله دي ان هو اكيد اوفر وارخص في التكلفه. الناحيه التانية بقى المالتي تير، ده بيقسم السيرفر كومبوننتس لكذا يونت، يعني بيقسم مثلا عندنا سيرفر للداتابيز، عندنا سيرفر للويب سيرفيسز، وهكذا. فده بيقسم ريسبونسابيلتيز، طبعا بيكون فليكسبل اكتر لان انا مقسم الحاجات، سكيلابل اقدر اكبر في اي واحد فيهم، او والله الداتابيز اتاملت مثلا فنقدر اكبرها لوحدها، مش هقعد اكبر في كل السيرفرز، وكمان سكيور اكتر لاني مش سهل حد يهاك كل الحاجات دي. بس طبعا بيكون اغلى في الديفلوبمنت، اغلى في المانجمنت، اغلى في الهوستنج. لو انا عندي 2 تير بيبقى عندنا ويب سيرفر وداتابيس سيرفر، لو انا عندي 3 تيرز يبقى فيه كمان ابلكيشن سيرفر، يبقى بيبقى عندي 3 سيرفرز. التقسيمه الثالثه بقى اللي لازم اخد بالي منها وانا بعمل ابلكيشن او وانا كمان بتست الابلكيشن، اسال نفسي هو الابلكيشن ده مين؟ 3 حاجات. هل هو نيفر كونكتد اب؟ يعني ايه؟ يعني الاب ده عمره ما بيوصل على الانترنت، فهنا ولا يفرق معايا بقى 2G ولا 3G ولا واي فاي ولا اي حاجه. زي ايه؟ زي الكالكوليتور مثلا اللي على موبايلك، دي ما بتستخدمش الانترنت ابدا. في المقابل always connected apps، دي applications في الغالب بتحتاج النت دايما، زي الموبايل ويب applications، اي application بفتحه من البراوزر، فهنا النت بيبقى حاجة critical. في النهاية partially connected apps، دي applications اللي بتحتاج الابس لبعض functions زي الداتا ترانسفير، ومش بتحتاجها في غالب الحاجات، زي مثلا application ايات بتاع القرآن، انت بتحمل الاب بس، وبتحتاج النت لو عايز تحمل صوت قارئ معين او عايز تحمل صفحات من المصحف، لكن بعد كده مش محتاج النت في الغالب. طبعا البارتشالي كونكتد والاولويز كونكتد
بتحس ان فيهم تداخل. يعني احنا ممكن نقول والله على فكره اليوتيوب اولويز كونكتد ابلكيشن، دايما متصل بالانترنت. بس ممكن واحد يقول لك لا على فكره بفتح اليوتيوب بحمل الفيديوهات بعمل لها داونلود، اليوتيوب كابلكيشن فيه الاوبشن ده وبتفرج عليها اوفلاين، فهو كده بارتشالي. فهي على حسب بناخد وندي في الحته دي. بس في ابلكيشنز زي مثلا اوبر نقدر نقول ان اوبر اولويز كونكتد مش هتعرف تتعامل معاه غير لو انت متصل بالانترنت، دي حاجه واضحه جدا طبعا. بعد كده كمان في تقسيمة تاني، نقطة الداتا سينكرونيزيشن. الداتا سينكرونيزيشن معناها أنا لما بتعامل مع السيرفر، لما ببعت داتا دلوقتي أنا بكتب مثلا رسالة أو بقول حاجة، هل أنا كونكشن بيني وبين السيرفر كونتينيوس؟ كونتينيوس يعني إيه؟ يعني مجرد ما بعت الداتا بتتنقل أول ما اكتبها، ولا هو ستور أند فورورد، إن الداتا ممكن تكون ستورد لوكالي على الديفايس بتاعي قبل ما تتبعت. يعني مثلا أنا لما بكتب بوست على الفيسبوك، هل هو continuous mode مجرد وانا بكتب البوست بيتبعت؟ لا، امال ايه؟ لا ده store and forward، انا بكتب الداتا بتاعتي في الفيسبوك حتى لو النت فاصل بقعد اكتب في what's on your mind صح، ولما بدوس send او create post الداتا بتتبعت. انما continuous mode لو احنا قلنا مثلا انا ببعت voice note، فمجرد ما انا بسجل voice note وانا بسجل الداتا بتتنقل، مجرد ما بخلصها بتكون اتبعتت. ده مثال بسيط طبعا، لكن اي داتا عندنا بتكون يا اما continuous يا اما store and forward. نيجي نتكلم بقى على الداتا ترانسفير. الداتا ترانسفير بتكون حاجه في الاثنين، يا اما synchronous data transfer يا اما asynchronous data transfer. بصراحه التعريف بتاع السيلبس يعني انا شخصيا حسيته تقيل، بس كتبته لكم برضو لان طبعا ده اللي بنسال عليه في الامتحان. synchronous data transfer فكرته بيقول لك الكولينج فانكشن بتستنى الكولد فانكشن تخلص قبل ما ترجع، انما الاسينكرونس الكولد سيرفر فانكشن ريتيرنز ايميديتلي، بترجع على طول. طيب عشان نبسط الموضوع بعيدا عن التعريف اللي انا شايفه معقد ده ومش مفهوم في رايي الشخصي، السينكرونس معناه ان انا ببعت الداتا والمفروض ان هي توصل على طول، دي حاجه تفرق معايا، ما ينفعش الداتا تتاخر، ما ينفعش مثلا لو فاتت حته منها نبعت حته تاني ونطنش الحته اللي قبلها. مثال على ده الفيديو كونفرنس والاتصال التليفوني، انا بتصل بحد فانا بتكلم، ففي سينكرونس كوميونيكيشن ما بيني وما بينه، انا ببعت الداتا زي الصوره اللي تحت، الداتا بتتبعت دايركت وبتوصل، تمام؟ زي برضو الفيديو كونفرنس، انا لو بعمل الفيديو كونفرنس لازم يكون الداتا ترانسفير سينكرونس، لان مجرد ما بتكلم الشخص اللي في امريكا بديلي مثلا ثانيه نص ثانيه المفروض يكون شاف الفيديو اللي انا ببعته. لو انا بلعب لعبه اونلاين المفروض الديلي يكون ملي سكند مثلا، بالملي سكند مش بالسكند زي الفيفا مثلا وكول اوف ديوتي والعاب البلاي ستيشن. ففي الحالة دي بيكون لازم الـ Data Transfer Synchronous. الناحية التانية بقى Asynchronous Data Transfer، يعني إيه؟ يعني مش Synchronous، مش متوافق، ما بيكونش فيه تواصل بيني وبين السيرفر أو الريسيفر إن هو عارف إن أنا هكلمه دلوقتي. زي الإيميلات، الإيميلات لا، أنا ببعت الإيميل والله الشخص الناحية التانية بيفتحه في أي وقت هو عايزه، زي إشارة التلفزيون، الإشارة دلوقتي جاية على الريسيفر والله الريسيفر استقبلها ما استقبلهاش مش مشكلتي، انا كده كده ببعت بقعد ابعت 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 بغض النظر انت استقبلت ولا لا. يعني دلوقتي الاشاره اللي بتجيلك على التلفزيون مثلا مش بيستنى انه يتاكد ان الريسيفر استقبل الاشاره، لا، لو الاشاره ضاعت بيبعت اللي وراها وبيفضل يبعت على طول. طب انت عندك بتعرف ازاي؟ زي الرسمه دي، هتلاقي فيه كل داتا، كل داتا كده 8 بت بيتبعته، بغض النظر عن تفاصيل التكنيكال دي مش مهمه قوي دلوقتي، كل داتا بتبعت بيبقى في بدايتها بقول لك انا هبدا ابعت دلوقتي وهخلص بعت دلوقتي، كل جزئيه كل شانك اوف داتا. فانت لما تيجي تستقبل سواء تستقبل دلوقتي او بعدين انت عارف اهو الجزء ده بدا وانتهى، كاني بقول لك ستارت وستوب زي الرسمه دي، فانت هتستقبلها دلوقتي هتستقبلها بعدين، انا مفصل لك ما بين الداتا فانت لوحدك هتفهم ان دي بدايه ودي نهايه. انما سينكرونس لا، انا ببعت لك الداتا فلو مستمر مفيش ستارت وستوب، لان انا متوقع منك انك هتستقبل الداتا بتاعتي في نفس الوقت. يبقى احنا كده فرقنا ما بين كذا حاجه في الاركتيكشر بتاعه الموبايل اب. اول حاجه بالنسبه للابلكيشن نفسه، هل هو ثين كلاينت ولا ثيك او فات كلاينت؟ تاني حاجه السيرفر، هل هو سنجل تير ولا مالتي تير؟ تالت حاجه هل الاب كونكتد اولويز كونكتد ولا بارشل كونكتد ولا نيفر كونكتد؟ رابع حاجه الداتا لما بتتبعت هل هي كونتينوس مود ولا ستور اند فورورد، بتتخزن عندي وبعدين تتبعت؟ واخر حاجه الداتا ترانسفير لما انا بتكلم مع سيرفر او مع الريسيفر التاني، هل هي سينكرونس ولا اسينكرونس؟ كل المعلومات دي بتفيدني وانا بعمل تيستينج للابلكيشن عشان اعرف انا المفروض اتيسته على انهي انفايرمنت وبانهي طريقه.